بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. احنا في هذا المقام الكريم مع الأجداد ديالنا، زيارة أثلجت صدورنا الحمد لله وأحيت كثير من الذكريات. شريف الوالدة ديالو، الوالدة كانت والوالدة ديالي كانت كتحكي لي عليها بالخير الكثير وبالخير العميم. وملي جيت هنا وقفت هنا بيدي أحيت فيها ذكريات كثيرة من الكلام ديالها والأوصاف الخير اللي كانت كتذكرهم بهم، وبحسن المعشر وبحسن الخلق والتربية النبوية العالية، والناس اللي كانوا كيتربوا على يدها خلق كثير. ولا أدل ذلك على الشريف الفقيه محمد الأولي اللي هو حاضر بنفسه وكيهضر. فكيف يعقل أن هاد الناس هادو بهذا المستوى هذا وبهذا الطهر هذا وبهذا النقاء هذا وبهذا التقوى، أجيال وأجيال تربت على يدهم من الخير ديال الله سبحانه وتعالى، كيف هاد الناس هادو يتعرضوا للنبش والنبش ديال القبور ديالهم بهالطريقة، بهالطريقة اللا أخلاقية تماما. إننا محزونون فعلا وصدقا، نحن لا فقط لا نأتينا هنا من أجل الاستعراض، لقد أتينا ونحن محزونون فعلا، لقد حز في قلوبنا ما حدث فعلا أن يتم نبش قبور هاد الناس البسطاء المجهولون في الأرض ولكن معروفون عند الله، الذين حتى وإن قلل من قيمتهم هؤلاء الناس الذين لا يعرفون أو الذين يجهلون، فإن الله سبحانه وتعالى نطلب منه أن يكون عند حسن ظنه. لا يعقل أن هاد الناس هادو من هذه القيمة هذه يتم النبش ديال القبور ديالهم. وهنا أوجه رسالة أن الناس الذين لو كانت نواياهم البحث عن المال أو من هذا الباحثين عن الكنوز، فإننا نقول لهم الله يهديهم، ونوجه رسالة إلى السلطة المحلية للضرب على أيديهم بيد من حديد، لأن هذا الشيء هذا فيه تجاوز. ورسالة من بعض الإخوان اللي كيشجعوا لهذا الإهانة لهذا الناس هادو على أنهم مقامات وأنهم قبوريين وكذا وكذا، هاد الناس هادو من بعض الدعوات الظلامية الجاهلة، نوجه لهم رسالة، انتبهوا، هؤلاء الناس قبل أن تحكموا عليهم بأنهم قبوريين وأشياء من هذا القبيل يجب أن تعرفوا تاريخهم. هاد الناس هادو تاريخهم تاريخ التربية، تاريخ مد يد العون للضعفاء، تاريخ إطعام المساكين، تاريخ بمداواة جروح المظلومين، هذا هو تاريخهم. لا علاقة لهم الناس بالقبور والسلوكات الغير المقبولة التي يقوم بها بعض الناس وتحسب على هؤلاء الأولياء الخالصين الخلص المصلح الحمد لله. هذا ما دفعنا لهذه الزيارة وهذا ما ندعو إليه، أن هذه الطوائف وهذه الفئات هذه تنتبه وما تبقاش تفكر بهذه الطريقة هذه على الناس وما تشجعش مثل هذه. الله، وحنا هنا في المقام ديال سيد المختار بن الصديق غيلان، وهنا هذيك حنه عمه، وهذه السيدة هذه اللي مدفونة هنا راها خلت هذه الوالدة ديالي انا، وخلت هي امها والام ديال الشريف اللي هو البقية الوحيدة اللي بقى من هذه الأسرة اللي هو خلق بوحده ويترون، هو الوحيد اللي عند هذه الأسرة اللي بقى، هذا هو العرش الأخير من هذه الفئة. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والقبول عنده في جنة الفردوس إن شاء الله، ونسأل الله أن يلحقنا بهم مسلمين تائبين طائعين لا مبدلين ولا مغيرين إن شاء الله يا رب بإذن الله العلي الكريم. آمين وشكرا لك. شكرا سي عبد الهادي غيلان، جزاك الله خيرا، وشكرا الشريف شريف ولد سيد المختار، بارك الله لك في العمر، وشكرا على الجميع الاخوان اللي زاروا هذا المقام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.